مستمعينا مرحبا بكم، وهذه حلقة جديدة من برنامج قبل التداول السوق المصرية. معكم أنا صفر رجب، ومعي عبر الهاتف السيد محمد جبلة مدير التداول بشركة توفيق. أرحب بك بداية سيد جبلة، وأود أن أسألك عن توقعاتك لأداء مؤشرات البورصة المصرية خلال تداولات جلسة الاثنين منتصف الأسبوع، خاصة يعني في ظل غياب المحفزات داخل السوق وكذلك التحركات العرضية التي شهدناها خلال جلسة يوم أمس، و يعني قيام المؤشر الثلاثيني بالنزول عند مستويات 9785 و 31 من المائة نقطة، يعني كان قد ارتفع ب 39%، لكن كانت التحركات العرضية كانت مهيمنة بشكل كبير، فهل سنرى استمرارا لهذه التحركات خلال جلسة اليوم؟ احنا هنستمر بالشكل العرضي ده، ربما نرى المؤشر في المنطقة الحمراء في أوائل الجلسة بكرة لزيارة مستوى 9750-9700 لإعادة تأكيد إذا كان ما زال يعمل كدعم، ثم الارتداد مرة أخرى ناحية المستوى المقاومة تاني 9830. إن تولدت السيولة هنخترقها ونتجه ناحية المقاومة الأخرى أو التالية، هي مستوى 9950 تقريبا. ما تولدتش السيولة يبقى من الجائز ان احنا نكسر مستوى 9750 متجهين نحو 9600. هنستمر في الزرزبة دي فترة جلستين او ثلاثة لحين ظهور سواء محفز ايجابي يدفع السوق لاختراق المقاومة، او لا قدر الله اي حدث سلبي ممكن السوق يرجع تاني يعيد التجربة على مستوى 9600. نعم، لكن سيد جبلة تتحدث عن محفزات، يعني مثل ماذا؟ وهل تعد نتائج الأرباح الإيجابية للشركات ضمن هذه المحفزات التي يمكن أن تدعم السوق المصرية؟ والله للأسف يعني احنا السوق المصرية والمستثمر في السوق المصرية، ودي مش عيب في السوق المصري عشان أبقى أمين، دي طبيعة الأسواق الناشئة عامة. احنا آخر حاجة بيبص إليها المستثمر ربما نتائج الأعمال، ولكن أنا في توقعي الشخصي بداية طرح إعمار أخبار إيجابية على الشركات، مثل الشركات التي تنتوي التقسيم إلى شركتين، ربما عامر جروب، ربما شركة OCI أو راسكوم للإنشاء والصناعة، ده اللي ممكن يبتدي يحرك السوق مرة أخرى لو ظهرت أي أخبار إيجابية على الشركات دي، او ظهور اخبار ايجابيه، تقسيم، زياده راس مال، الى اخره، ده اللي ممكن تدفع السيوله مره اخرى الى الدخول للسوق مره اخرى. نعم، ولكن هل الحديث عن المؤتمر ليس كافي لوجود محفزات ولدفع السوق نحو مستويات اعلى؟ ما لا، المؤتمر قصة تانية خالص. المؤتمر يبقى أنا بتكلم فيه مدى متوسط الأجل مش قصير الأجل. المؤتمر طبعا هو ذراع مصر الاقتصادي، ويعتبر يعني المنقذ من الانحدار في الاقتصاد المصري، ده هيدفعنا بس على المدى المتوسط والمدى الطويل لتحقيق الأرقام اللي أنا اتكلمت عليها، مستوى 15-18 ألف. إنما حاليا أنا بتكلم على المستوى قصير الأجل، احنا محتاجين أخبار إيجابية. أعتقد الإسراع في تقسيم الشركات التي أعلنت أكثر من مرة عن تقسيمها هو ده اللي ممكن يدفع السيولة باتجاه نحو الشركات دي في الأجل القصير. نعم، في نهاية حديثي معك أشكرك سيد محمد جبلة مدير التداول بشركة توفيق، كنت ضيفا معنا على راديو مباشر. شكرا لك. شكرا لك. شكرا جزيلا لك. وبهذا نصل مستمعينا الكرام لنهاية هذه الحلقة من برنامج قبل التداول السوق المصرية، كنت معكم أنا صفا رجب، ولمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني مباشر .info، وإلى أن يتجدد اللقاء دمتم في أمان الله.